تعالوا النهارده نجرب ونعمل ميكس كراميل بتاع جهينه، يلا بينا. عملت كده فيديو من فتره عن ميكس بتاع جهينه اللي هو بالفانيليا وعملناه كمان في البيت، وجه النهارده الدور بتاع ميكس كراميل، فيلا بينا نجربه ونعمله. طبعا عقبال طبعا مفتاحها وكده، يعني احب اشكركم على الدعم الخرافي جدا جدا الفتره اللي فاتت. احنا داخلين دلوقتي على 50,000 واحد بيتابعنا او 50,000 صديق ليا، ممكن اصلا في وقت نزول الفيديو ده نكون اصلا فعلا وصلنا ل 50,000، فشكرا جدا 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 ليكم. طيب نرجو الاول، ما اعرفش ليه نرجو، بس انا حاسس ان انا لازم ارجو. يعني بشوف فيديوهات كده على الفيس اللي هو الناس بتوع اللي بيعملوا، ما علينا يعني، ما علينا، نجربه. طبعا ده نزل جديد من فتره، هو ميكس فانيليا، وعجبني جدا جدا الميكس فانيليا، حاولت ان انا اعمله في البيت، ولكن انا حاسس ايه يا صاحبي، في ايه يا صاحبي، انت ليه داخل عنيف كده علينا؟ معلش انا دوست عليه بالغلط فوقع وكده يعني، فتعالوا نعمل تجربه ثانيه. بص هو جامد جدا جدا، ولكن انا حاسس ان ممكن اعمله اسهل في البيت، يعني ان انا اعمله في البيت لا هيبقى سهل جدا جدا. طعم الكراميل باين جدا جدا فيه، وطعم اللبن برضو باين، وطبعا فيه سكر. بص احنا هنحاول نعمله في البيت، فيلا بينا. هنسيبه كده على جنب علشان نعمل في اخر تيست. وتعالوا بقى هنجيب ايه. بص يا زميلي، هنجيب الخلاط ده، وطبعا اللي عايز يشتري الخلاط ده هيلاقيه تحت في الديسكربشن، عليه خصم دلوقتي ب 150 جنيه بدل 200 جنيه، فاروح اقول لهم ان انت تبع كريم عفت عشان يديهولك ب 150 جنيه. ونجيب لبن، لبن بودره. ممكن تستعمل لبن بودره او ممكن تستعمل لبن بخيره عادي، ولكن انا هستعمل لبن بودره يعني. 1 2 3. ونجيب شويه سكر، عشوائي كده يا صاحبي، بس هو انت هتحط شويه سكر ايه، حبه يعني مش ولا بد يعني، الحبه دول كده كفايه جدا جدا، لان هو اصلا مليان سكر، عشان تطلع الطعم المظبوط يعني. تجيب شويه ميه، وتجيب صوص الكراميل اللي هو الماجيك ده، وانتظروا فيديو قريب جدا لصوصات ماجيك كلها، نجربها كلها ونعملها في لبن، نحطها في لبن ونشوف بقى هيطلع علينا الطعم عامل ازاي، فانتظروا الفيديو ده قريبا يعني. فطبعا انت لازم طبعا تكون عامل سبسكرايب وعامل فولو لصفحه الانستجرام، وعامل لي طبعا فولو لصفحه التيك توك. انت ما بتفتحش ليه يا صاحبي؟ ما بتفتحش ليه؟ يعني عشان يجي لك كل جديد. طيب ايه؟ نحط حبه سكتار شويه بقى، ولا 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 ولا، بس كفايه قوي كده، كفايه قوي كده. وانا عارف وحشكم الكلمه دي من زمان، ونسمع احلى صوت في الدنيا. الخلاط ده جامد قوي قوي. طيب كده كله اتضرب مع بعضه، اوف ريحه الكراميل مبهدله الدنيا، مبهدله الدنيا حرفيا. طيب نجيب بقى الكوبايه بتاعتنا كده الجميله، ونصب ونحكم. يا واله يا واله، وجاءت لحظة الحقيقة. سيب بس كده ده على جنب شوية، نرجع ندوق ده الأول عشان نشوف. تمام كده بقى ندوق ده. بصوا أنا هتأكد تاني قبل ما أقول الكلمة دي، ثواني. طب أقسم بالله، أقسم بالله اللي أنا عملته أجمد بكتير، والله العظيم. نفسي نفسي والله يبقى عندي فرع كده يا صاحبي، والله كده أدوقك ده وده عشان تدوق، والله العظيم يعني، أو عشان تقيم، ولكن أقسم بالله، أقسم بالله ده أحلى بكتير. بصوا آخر حاجة خالص هدوق ده وده وأقيم لآخر لحظة حرفيا. بص أنا هديك فرصة أخيرة يا ابني والله. طب وربنا جامد. شركة جهينة خافي على نفسك، ها؟ لقد جاء المنافس. جامد جدا. أوف اوف يا جدعان، طعم الكراميل باين قوي، والسكر يعني بص مظبوط قوي يعني، ولا ازيد ولا اقل، مظبوط قوي. انا بشرب الحبه اللي هنا من حلاوته والله. بص لو انت اصلا متعود على ده او جبت ده قبل كده ودقت ده بقول لك عليه هيطلع اجمد، لكن لو انت دقت ده الاول وبعدين رحت جايب ده بعديها هتعرف الفرق. ممكن يكون بتاع الفانيليا اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، طبعا هسيب لك طبعا اللينك تحت في الديسكربشن، ممكن يكون بتاع الفانيليا يعني ايه خايش معانا شويه، ولكن ده احسن من ده، ده احسن من ده يعني. ده لو هديله 10 من 10 فده هديله 8 من 10.